من إيريك، ملعوبة أرضية داخل منطقة الجزاء. الدروب الصعبة تهبه ويهبها. الزعيم العيناوي عن طريق سفيان يتقدم للعين بعشرة لاعبين، يعلن عن تقدم الزعيم العيناوي سفيان قاسي. قاسي خطف قلوب العيناوية وراح إلى صدارة الهدافين وحطها في المرمى وأعلن. إيريك مع سفيان، إيريك لعبة أمامية لسفيان للعين، الكرة الماضية بترجع مرة ثانية لإيريك أمام المرمى. للزعيم كلمة رغم الظروف، الزعيم يتقدم الآن عن طريق الهداف التاريخي لابا، الهدف رقم 90 للابا في الدوري. لابا يشبه العين والعين يشبه لابا، لابا يشبه الزعامة العينوية والزعامة العينوية. حالة الهجوم الآن، هذه كرة أمامية للعين أمام المرمى، لا زالت، يا سلام! للمرة الثالثة الزعيم يتحدى والزعيم يتكلم والزعيم يؤكد النقص ما يزيدك إلا زود يا العين. هدف ثالث لمصلحة جوناتاس يضعها الآن في مرمى الشارجة للمرة الثالثة بعشرة لاعبين. الزعيم العيناوي يتقدم بالهدف الثالث عن طريق جوناتاس.